اليوم راح نتكلم عن احد تخصصات إدارة الأعمال، وهو التخصص اللي قاعد يكبر يوم عن يوم بالسوق. التخصص اللي بنتكلم عنه اليوم يحتاج الانسان يكون عنده ابداع وابتكار. راح نتكلم عن الماركتينج او التسويق. تعالوا معي نكتشف اكثر عن التخصص. رجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج اكسبيرينس ايو ام مع دلال المحبوب، وضيفتنا حق حلقه اليوم مساء الخير. اهلا، مساء النور. عارفين على نفسك؟ معكم الخريجه فرح العيسى، تخصص تسويق. شنو هو تخصص التسويق؟ بشكل عام في وايد امور راح نتعلمها في كورسات الماركتينج، اهمها شلون اتعامل مع العملاء، شلون اختار السيجمنت او الفئه اللي انا ابي ابيع لها المنتج. Okay. شلون ادرس السوق واشوف احتياجه واطلع بمنتج يخدم احتياجهم هذا. شلون انقل البزنس من المجال المحلي الى العالمي. ففي وايد امور راح تساعد، مو بس حتى بالمجال الوظيفي، حتى في المجال اذا مثلا احد بيفتح بزنس. شو المواد اللي راح يدرسها خلال فترته بالجامعه؟ عندنا الكاستمر بيهيفير، هذا انا اشوفه من واحد من اهم المواد اللي راح تدرس. الماده هذه راح تعلمك شلون تتعاملين مع الكاستمرز بمختلف انواعهم، في اللي يعصب، في اللي بارد، في انواع مختلفه مثل ما قلت. عندك ماده ثانيه انا هم شدت انتباهي اللي هي الجلوبال ماركتينج، اللي هي شلون تنقلين البزنس مالك من مثلا الكويت الى دوله ثانيه. عندك بعد شلون اسعر، شلون اسعر المنتج، هذا شغله وايد مهمه والكل يتساءل عنها اصلا. على اي اساس احط سعر على المنتج؟ ايوه، شلون اسعر المنتج، شلون احسب الكوست، شلون اطلع انا بفايده، هذه كلها امور راح تعرفونها ان شاء الله خلال الكورس. اوكي، الحين لما كنت تدرسين بالجامعه، لما كنت طالبه، شنو كانت الماده اللي كان يقولك فرح هذه الماده لازم تركزين فيها لانها جدا مهمه حق الوظيفه بعدين؟ عندنا الماركتينج 300، لان كان فيها وايد اساسيات من خلالها راح ابني خبرتي او اطبق عليها وايد امور، او مثلا اذا بحط فيها الكرياتيفيتي مالي. شنو كان المسكونسبشن او المفهوم الخاطئ اللي واصل لك؟ كل اللي كان ببالي ان انا اوقف واقنع الزبون شلون يشتري مني في المحل وذاتس ات. بعد ما دخلت شفت ان الماركتينج متفرع وله مجالات مختلفه، شفت اللي انا ارتاح له او احبه اكثر اللي هو الجانب الديجيتال، ديجيتال ماركتينج. شفت في امور ثانيه انا ما كنت ادري عنها. رح لما انت كنتي ستودنت، انت الحين ما شاء الله توظفتي، بس لما كنتي ستودنت كان عندك فكره عن الشركات او القطاعات اللي توفر فرص وظيفيه حق تخصص التسويق، وشنو هم، شنو هالشركات وشنو هالقطاعات؟ اوكي، فالماركتينج اساسا مطلوب مثل ما قلت في كل مكان، صحيح، سواء بالقطاع الخاص او حتى الحكومي، وبشكل زياده في القطاع الخاص. مثل ما ذكرنا مساء ان في منافسه بالسوق، الناس تبي مسوقين يطلعوا لهم بافكار مميزه عن الشركات الثانيه، فالتخصص وايد مطلوب، وايد مرغوب فيه، خصوصا اليوم، وان شاء الله راح يزيد مستقبلا. الحين بعد ما ندري شنو اللي راح يطلع باكر، غير الانستغرام وغير السناب شات وغير هالبلاتفورمز هذيل. ف مثل ما قلنا ان الماركتينج عنصر مهم في اي شركه عشان تنجح. وانت لما رحتي قدمتي على وظيفتك، شنو كان المطلوب منك؟ يعني هم شنو متوقعين منك انت يا كخريجه ماركتينج؟ شنو الريكويرمنتس، شنو البيسكس اللي لازم تكون موجود بكل خريج الماركتينج؟ اللي هي انه يكون عندك قابليه انك تتعلمين. لان الماركتينج شيء متجدد، كل يوم قاعد يطلع بشيء جديد، كل يوم استراتيجيه جديده للماركتينج، فان تكونين شغوفه في هالمجال هذا شيء وايد مهم عندهم. بالاضافه للكوميونيكيشن سكيلز، بما انك راح تتعاملين مع الكاستمرز او حتى زملائك في العمل. فهذه كانت يعني اهم السكيلز اللي يحتاجونها في الوظيفه. انت عارفه اسم البرنامج اكسبيرينس اي ام، معناته احنا راح نسوي اكسبيرمنت through her phone. There is an application درستوه ان احنا we create a digital design، صح؟ صح. ف go ahead see your camera explain more. الديجيتال اسبيكت عنصر وايد مهم في الماركتينج اليوم، وانا كطالبه في اي ام علموني شلون اسوي ادفرتايزمنت بوست عن طريق كذا ابلكيشن. okay. واحد منهم كان ابلكيشن كانفا.
راح تشوفين التمبلتس اللي هني. اوكي. في كذا تمبلتس ممكن يساعدونك على البرينستورمينز او حتى فكره بشكل عام للمحتوى اللي انت تبين تسوينه، سواء كان بوستر او اناونسمنت او غيره من الشغلات. خلينا نختار الصوره اللي توه. هني تقدرين تغيرين الفونت وحتى التكست الموجود. Let's do welcome to the marketing club. Okay. وهني بعد تقدرين تضيفين في التفاصيل the dates, the time. حتى تسوي له اي تسوي انيميشن. اي تقدرين تسوي انيميشن حق التكست نفسه. خلينا نختار هذا. ايوه. فيصير كنا فيديو اذا مثلا ينحط في الستوري الانستغرام او حتى كفيديو عادي. وهذه كانت حلقتنا اليوم لتخصص الماركتينج. اتمنى انكم انتم حصلتوا كل المعلومات اللي تخص التخصص. في نصيحه حابه توجهينها حق طلبتنا اللي يبي تخصص الماركتينج بس متردد او متلخبط بين التخصصات الثانيه. الماركتينج مجال وايد ممتع مثل ما شفته او سمعته منه انه هو في مجالات وايد متفرعه. لا تخافون ان انتم لازم تكونون اجتماعيين وايد او يكون عندكم سابق خبره في مجال البزنس او حتى التسويق. كل شيء راح تتعلمونه خطوه بخطوه في الجامعه ان شاء الله، والاكسبيرينس راح يكون ممتع جدا جدا جدا. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه بتخصص جديد. باي.